مرحبا، أنا محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. اليوم عرضنا لكم مميز جدا، فيلا جميلة جدا بتشطيب عالي في منطقة يالنجك قريبة من جميع الخدمات. طبعا الفيلا مبنية على مساحة أرض تقريبا 610 متر مربع، مساحة أو مسطح البناء للفيلا 100 متر مربع، وكل ما نطلع دور تزيد المساحة. إجمالي مساحة الفيلا من الداخل 400 متر مربع، طبعا فيها 4 غرف وفيها 3 مجالس وفيها عدة دورات مياه تخدم الفيلا بشكل كامل. منطقة جميلة جدا، قريبة من مطار طرابزون، تبعد عن المطار ما يقارب 3 دقائق فقط، بالإضافة إلى أن المنطقة مخدومة بالخدمات أو الاحتياجات اليومية اللي نحتاجها مثل الماركت وأيضا المطاعم والكافيهات، جميعها قريبة من المنطقة. راح نعطيكم الآن تفاصيل بالكامل، تعالوا معنا. طبعا جينا الان لمدخل الفيلا، المدخل الرئيسي للفيلا. المنطقه هذه عندنا مواقف للسيارات تكفي فيها سيارتين، مساحه كبيره ما شاء الله تبارك الله. وايضا هنا على يساري مباشره عندنا الحديقه اللي هي تابعه لمدخل الفيلا. تفضلوا ويانا نشوف الفيلا بالتفصيل من الداخل. احنا الان في الطابق الاول، دخلنا من البوابه الرئيسيه، واجهنا في الامام ما شاء الله تبارك الله المجلس الرئيسي. طبعا المساحه فيها كبيره جدا مثل ما تشوفوا، وايضا عندنا مكيف تساعدنا ايضا في ايام الصيف، وايضا المساحه كبيره ما شاء الله تبارك الله. بالاضافه انه الواجهه الاماميه عاملينها قزاز بالكامل بحيث تكون الاطلاله كامله على البحر والمدينه نفسها. ما ننسى انه عندنا ديكورات جميله مستخدمينها حوالين التلفزيون، تقدروا تحطوا فيها المنسهريات تزين لنا الموقع. طبعا الطابق الاول عندنا فيها المجلس الكبير اللي شفناه، وايضا عندنا مطبخ مجهزه بجميع الاجهزه الكهربائيه والالوان فيها جميله جدا، وايضا عندنا دوره مياه تخدم الطابق الاول. طيب نتوجه من الدور الاول الى الدور الارضي حتى نشوفها بالتفصيل وياكم، تفضلوا معنا. وصلنا الآن للطابق الأرضي. أول ما وصلنا للطابق الأرضي واجهتنا أيضا الصالة اللي هي في الطابق الأرضي، ما شاء الله تبارك الله المساحة فيها كبيرة وشرحة، بالإضافة نحاطين فيها كنبة على شكل L، وعندنا هنا التلفزيون ونظام الستيريو المعلق على الجدران. ما ننسى أنه عندنا هنا مطبخ على شكل أو النظام الأمريكي مفتوح على الصالة، الألوان فيها جميلة جدا، مستخدمين فيها الخشب ما شاء الله تبارك الله. طبعا الطابق الأرضي فيها غرفة نوم فيها سريرين بشكل جميل جدا، وأيضا عندنا دورة مياه متكاملة فيها الشاور وفيها البانيو، بالإضافة أنه عندنا شيء مميز جدا اللي هو الحمام التركي في الطابق الأرضي. طبعا من الدور الأرضي عندنا المخرج للحديقة الأمامية، تفضلوا ويانا نشوف الحديقة مع بعض. ما شاء الله تبارك الله المساحة فيها كبيرة وشرحة. نكمل معاكم، هنا عندنا منطقة للشواء مميزة صراحة وجاهزة، وأيضا عندنا بركة صغيرة ممكن تنظفوها تحطوا فيها الماء تستخدموها، وأيضا غرفة للحارس بمنافعها فيها دورة مياه داخل الغرفة. وهذه الحديقة الأمامية ما شاء الله تبارك الله مساحة كبيرة وشرحة، بالإضافة إلى جلسة اللي هو نظام الخشب الأتراك يسموها كاميليا، صراحة جلسة جميلة جدا ومغطى من فوق بحيث وقت الأمطار تقدر تجلس فيها بكل أريحية. هذه المساحة الكبيرة والمنطقة مركزية واجهة أمامية على البحر بالكامل. وصلنا الآن للطابق الثاني. طبعا الطابق الثاني ما شاء الله تبارك الله المساحة فيها ممتازة جدا، عندنا فيها 3 غرف بالإضافة إلى مجلس. حاليا احنا موجودين في المجلس مثل ما انتم شايفين، عندنا ديكورات جانبية بالإضافة إلى تمديدات التلفزيون متوفرة، بالإضافة إلى نظام التدفئة موجودة فيها. طبعا فيها واجهة أمامية مميزة،
إطلالة كاملة على البحر ما شاء الله تبارك الله مثل ما انتم شايفين. طبعا الغرف اللي متوفرة فيها عندنا غرفتين للأبناء، طبعا كل غرفة فيها سريرين بالإضافة إلى بلكونة، واحدة منها أمامية إطلالة كاملة على البحر والأخرى خلفية إطلالة على الطبيعة، بالإضافة إنه عندنا دورة مياه تخدم الغرفتين اللي هي تبع الأبناء، وعندنا أيضا غرفة نوم رئيسية اللي هي غرفة الأبوين جميلة جدا بإطلالة أمامية على البحر وأيضا فيها دورة مياه. تفضلوا معنا نشوفها مع بعض. هذه الغرفة ما شاء الله تبارك الله مثل ما تلاحظون، ما شاء الله المساحة فيها كبيرة، عندنا هنا السرير، الدولاب، ديكورات السقف أيضا متوفرة فيها، بالإضافة أنه عندنا مكيف تخدم المنطقة وأيضا نظام التدفئة المركزية موجودة فيها. الواجهة الأمامية جميلة جدا على البحر، إطلالة كاملة ما شاء الله تبارك الله. وأيضا فيها دورة مياه مميزة جدا، شوفوها ويانا بالتفصيل. وفي النهاية أحب أشكركم على المشاهدة، ولا تنسوا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا اشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد.